بقى باللي فات ده، في هاشتاج ترند جامد جدا على تويتر بقاله يومين شغال، اسمه اشهر الجمل في السينما المصريه. الهاشتاج ده الحقيقه فيه تعليقات مبهجه للغايه، قد ايه احنا عندنا تراث سينمائي جميل، جميل فعلا اثر فينا ومش ممكن يتنسي. الجميل كمان في الهاشتاج ده ان معظم الجمل اللي كتبها الناس اظهرت ان الافلام بتناقش قضايا المراه، يعني مثلا في فيلم الباب المفتوح وهو من الافلام اللي تناولت قضيه تحرر المراه بطريقه متوازنه للعظيمه فاتن حمامه، طبعا الراحله فاتن حمامه، ومن اكثر الجمل اللي اتكررت في الهاشتاج ده كانت جمله هتصحي في يوم الصبح وتكتشفي انك بتحبيني، اللي كان بيقولها طبعا الراحل صالح سليم. وتكرر كمان جمله جواز عتريس من فؤاده باطل من فيلم الشيء من الخوف، واللي اشارت الى ان اجبار المراه على الزواج من زمان كان طبعا عاده سيئه جدا. في كمان تخه بس ما تعوروش يا بوي، واللي قالتها الفنانه الراحله نبيله السيد في فيلم البحث عن فضيحه، كتاكيت بني للفنانه زينات صدقي من فيلم ابن حميدو، وطويل الناب طويل الناب برضو كان هي وهو بيجري وراه في المطبخ، لو فاكرين الجمله دي برضو كانت انسان الغاب طويل الناب. وايضا برضو من الجمل اللي اتقالت في الافلام وبتدل على ان الست في رحله بحث مستمره، طبعا الجمله دي كانت بالذات بتدل على انها في رحله بحث مستمره على عريس. في كمان غزال يهبل للفنان عبد المنعم مدبولي في فيلم الحفيد، ويا صفايح الزبده السايحه ويا براميل القشطه النايحه للفنان عبد الفتاح القصري. وكمان في الجمله مشهوره جدا دي كانت من ضمن المعاكسات طبعا بتاعت زمان، في جمله كمان مشهوره جدا لعبد الفتاح القصري الفنان الجميل في فيلم سكر هانم، اما قال لها انا مش شايف قدامي غير اوام محتاج بردع والجام معروف. انا بالنسبه لي بقى مش قادره انسى الديالوج اللي كان بين طبعا ستيفان روسي وفردوس محمد في فيلم سيده القصر، اما قال لها مدام تسمحي لي بالرقصه دي، قالت له وماله يا اخويا ما ترقص حد حيشك، قال لها طب ثانيه واحده هتحزم واجيلك. وطبعا في جمله شهيره جدا 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 مش ممكن ابدا ننساها للراحل العظيم عادل ادهم بتاع انا عزيز يا قطه، طبعا ده يعني برضو من الكلاسيكيات في السينما المصرية. عندنا بعد كده